أنا في منطقة جزيرة الشعير. منطقة جزيرة الشعير دي فيها مناطق، فيها 36 فدان اللي موجودين دول، اللي هم قاسمين النيل إلى جزئين، فرع الرشيد وفرع دمياط. 36 فدان الناس واضعة يدها ومقننة أوضاعها وبتدفع المقابل الدفاع لمجلس مدينة الأراضي الخيرية. الكلام ده من سنة 1932. احنا مفيش حد بعت لنا لا جوابات طرد ولا اي حاجه، بس في ناس يعني مش راضيه تدفع الايجار، في ناس مخلصه، في ناس مش راضيه تدفع. الطمه الكبيره ان في ناس بتبيع الارض بتاعتها وتمشي، بتبيع ارض الدوله، واخد بال حضرتك؟ الدوله ما بتستفدش بحاجه وعليها ايجارات، يعني ناس باعت ومشت وعليها ايجارات، واخد بال حضرتك؟ ده لا الدوله عارفه تاخد حقها ولا اي حاجه. كل اللي احنا طالبينه ما يتسويش الراجل اللي هو منتظم في السداد وبيزرع، واخد بال حضرتك، بين اللي بيستضعف الدوله ويبيع ارض الدوله ومش راضي يدفع حق الدوله، مع ان المهندس ابراهيم محلب بعد ما كان الايجار وصل ل 1300 جنيه في ايام حسني مبارك، لما قدمنا التماسات الراجل خفض الايجارات للايراد 300 جنيه. انا واحد من الناس مسدد لحد 31/12/2017، في معايا 3/4. بقيت الناس مش عاوزه تدفع، مش عاوزه تدفع حق الدوله. لما جم اتعدوا على اراضي الدوله وبنوا، الحكومه بدات تتحرك، بس المسؤول عن العك اللي بيحصل ده مكتب الاملاك بمجلس مدينه القناطر، لان الارض دي لما كانت ولايه الري ما كانش حد عارف يحط طوبه، اما لما راحت ولايه محافظه القليوبيه والفساد الموجود في المحليات، مكتب الاملاك عارف اللي بيحط طوبه، عارف في نفس اليوم، ما بيتحركش ولا ياخد اجراءات. بقى فيها 24 بيت، الناس بدأت تبيع أرض الدولة، بدأت تبيع أرض الدولة، وكل واحد ياخد حق، اللي زارع وبينتفع يدفع الإيجار، اللي أخل بالاتفاق تتقطع رقبته، بس مفيش كلام تاني غير كده. بيشتغل فيها أكتر من 2000 عامل، النهاردة فيها 5 عمال، بيعملوا إيه فيها؟ بيعملوا إيه 5 عمال في 3000 فدان، في 300 فدان؟